مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا لمياء حمدي. تفضلي لمياء. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، فضلا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل عمر مروان لمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضي، حيث تم استعراض التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية ومستجدات إعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة. وأكد رئيس السيسي ضرورة الإنصات لجميع الأصوات واستيعاب أيضا مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين. وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح متنفسا لسكان المنطقة والمترددين عليها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، حيث تمت متابعة المشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بما فيها المنطقة المحيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي في إطار خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة ورونقها التاريخي العريق. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقات يتم إنهاؤها بالفعل وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا. وبحث الاجتماع موقف الشركات التي يتم طرحها والمفاوضات الجارية مع عدد من المستثمرين العالميين. كما تناول الاجتماع موقف طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة بعد تقييمها من مقيمين عالميين. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته 24 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم. وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. هذا وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني. كما أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن أمل من كل الأطراف والجهات التي تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. استشهد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 20 آخرون بجروح في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار استهدفت عددا من المنازل والشقق السكنية في مدن غزة ورفح وخان يونس وسط القطاع وشماله. وأشارت أيضا الوكالة إلى وجود عدد من المواطنين ما زالوا تحت أنقاض المنازل. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قواته اشتبكت مع قوات الدعم السريع في منطقة بحري ودمرت 4 عربات مسلحة ولذت بعض العناصر بالفرار. وأضاف بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لا زالت مستمرة في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية والمواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالخرطوم. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 487 شخصا و2612 مصابا. وأوضحت اللجنة أن نحو 70 من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة من أصل 88 مستشفى أساسي في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن أكثر من 60 مستشفى متوقفة عن الخدمة في الولايات السودانية والبعض الآخر مهدد بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والماء والكهرباء.
مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.